ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. بعد أيام من حالة الحزن، بدأت قبل قليل في نيوزيلندا التحضيرات للشروع في دفن الضحايا 50 الذين سقطوا في الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، وجرى غسل جثامين ضحايا هجمات الجمعة وتجهيزها للدفن وفقا للشعائر الإسلامية. وجاءت فرق من المتطوعين من الخارج للمساعدة في الترتيبات، كما تم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارنت 28 عاما المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض يوم السبت، وأمرت السلطات بحبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يعود للمثول أمام المحكمة في 5 أبريل، حيث قالت الشرطة إنه سيواجه المزيد من الاتهامات على الأرجح. ومعلوم أن معظم الضحايا مهاجرون أو لاجئون من دول منها باكستان والهند وتركيا والصومال والكويت وبنغلاديش. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.